السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحه بخير، واش تعاودوا؟ عواشركم مبروكه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. انا رجعت لكم ان شاء الله، ممكن عاد فيديو ورا فيديو. باش نهضر معاك بيدات اليوم فيديو جديد مع اختكم المراكشيه. مرحبا بكم. واخا هي بصراحه ما بقيتش كتشجعني في الفيديوهات ديالي، ان ماشي مشكل، اللي جات من عندكم بس من عزل، والله ما بغيت تقد. المهم قبيلتي كما كنقول لكم ديما، غادي كل مره كنقول لكم غناخذ هذا ديال العطريه. خديت هذا، بغيت نشارككم معكم تعطيوني رايكم فيهم. طيب مزيونين. خديت هادو، خديت هاد، خديت هاد اللعيبات ديال السكر واتاي باش نحيد داك الحب الاحمر. صافي هادو اللي خديت. وخديت شنو اخر خديت؟ ما بقيت عقلت شنو خديت معاهم. خديت معاهم الحوايج تاع اللايبول ديال معاهم، تاع اللايبول نوريهم لكم. الفران اللي كنتو غناخد الفران مخديتوش، غير صيفط هداك نيت. الصراحة صيفطو مزيان، صافي خدم. خديت ليه دوك الريوس وحكيتو، المهم الحمد لله خدام. خديت العطرية، خديت داكشي ديال السلة، واخا الصراحة أنا راني معطلة بزاف على السلة، ولكن أش غندير. هي هادي العطرية، هادو راني غسلتهم ومسحتهم ياك. خديت الزياتات، خديت جوج. ضحكوا عليا الا شتو الحجم ديالهم قداش، ولكن باركة الزيت اللي كدير 100 درهم هادو هما القرعه ديالها. المهم اخوتي نوجد شويه سيدنا رمضان الى بقى العمر. صافي العطرية غنولي نتكيس عليها، غنولي نتكيس عليها ملي غنديرها في هاد الحكاك الصغار. خديت تقريبا ربعة كبيرة من كل حاجة، راه مازال راه عندي هنا 12 وحدة، مازال غناخد دوك عشب المنسيمة وزبدة. خصني شي عشب تكون صغيرة. هنا وحده ما معرفتش شكون اللي كيجيبو هنا، خصني شي ناخد واحد العشب صغير هو باش نقدر نقدر نعمر بيه العطرية. شي قلت لك كناكلو بيها الفوطه. التليفون ديالي كعصبني. المهم اليوم راني ضليت تمارة والله. بغيت نبشركم بالخير، الحمد لله راني صافي خديت البيرمي ديالي، مشيت دوزت الطوموبيل البارح ونجحت الحمد لله. العقوبة لأي واحد كيدوز في البيرمي. ودرت سميتو، المهم حطيت ديك الهم، الهم هذاك والله. كنا غنديرو شهر تصدق كنا دايرين شهرين، ولكن أنا متنساوش. جنات سيري ريحه ماما سكتي راني كنصور. مالكي شوفي شوفي هي سكتي قولي لي Thank you.
المهم نشوف هو اش فاش كتصور كيصور مزيان ولا لا. انا حاضر كنشوف سميتو كنشوف في المرايه ديال الشارج الزاج ديال الشارج. تمام قلاه مزيان. المهم كبداتي هادشي اللي كاين الله يحفظكم ليا يا ربي الله وليا فرياسكم. هاد الفران ديال الضو عرفتش عندي هو اللي كان هنايا ما كذبش عليكم ما خدامش غير شد لي البلاصه حولته الفوق لا ماشين كل الطاجره بيناتهم ولكن مازال ما خدامش غنحيدو غنحيدو وبقات لي هاد البلاصه غسلت المعينات ومسحت وكلشي انما شنو ما استفتهمش مش عليا الحال ما استفتهمش دابا غنرد العشاء ان شاء الله. المهم نشوف نكمل معكم الفيديو. هما شوفوا لي ما احلاهم. زيت العطش شحال عندي غنجيب ان شاء الله. عرفتي هادو كيوت هادو والله لا ما كنت توقعتهم بحال هكا. هادو خديتهم 15 درهم هادو خديتهم 120 درهم هادو 40 درهم. المهم غنبقى نشري المعينات بحال هكا شويه بشويه تنبدل هداك الشي ديك الموان كل واحد منين. هي بصراحة راه عندي موان ولكن في حالة التوشيات ما عنديش. هادو كانوا عندي ديال البديع تهرسو بقاو كل يعني تقريبا كانوا الله اعلم كانوا 8 والله اعلم لا كانوا 10 فيهم جوج كبار وما تبقي صغار و 8 صغار بحال هكا دلاتري. المهم هنا درت واحد معش هذوك عشب المنسمه هنا تحميره هنا بزار هنا كمون هنا الزنجبيل هنا خرقوم هنا قرفه هنا داك زعفران والملحه بقاو عندي جوج خاوين نشوف اشنو ندير فيهم عاود ثاني ملي غنبغي. المهم مازال هاد الجوج خليتهم بحال هكاك خاوين باش ملي نبغي ندير نزيد شي حاجه اخرى ما نبقاش المشكل. المهم قولوا لي قولوا لي في التعليق كي جاوكم هادو. هادو انا عجبوني هادو صراحه. عرفتوا الموديل اللي ولا دابا الشكل اللي ولا دابا في هاد القرعه هاد الزيادات هذيك دايره بحال ديال البارفان البخاخ. قلت له والله الا جبتوها مع هاد الزيت نيت غاليه تجي هذيك صافي. المهم انا اليوم راني خمت الكوزينه وغسلت الثلاجه حيت ليها داك الزيف واليدين بوانيات ديال الثلاجه باش درتهم في الماكينه تصبنا هنا ان شاء الله. هاد البلاصه خصني ندير ليها شي ريدو نخيط الريدو ان شاء الله. انا غنشارك معكم ملي نبغي نصايبو المعينات ديال الزيت كنحكيتهم فران كما قلت لكم بلا تنحيد هاد المعوقة ديال الصبيرة الفران كيما قلت لكم راني غير صايبتو تشوفو شوف سرحتو راسي هادو ما لقيتش هاد العبار هادو تا هما بغيت نبدلهم ولكن ما لقيتش هاد العبار هنا حكيتو وخديت ليه هاد الريس هاد هادو غير حكيتهم. المهم صيبو راه خدام شوف واخا ماشي فحال دياولو ولكن المهم معليش كلهم خدامين الحمد لله. ديباني بيه الفران راه كاين اللعيبه اللي كتاخد لي غاز اللي كدوز لي غاز هي اللي دارت هي اللي تهرست تشقات كتخرج لي غاز صافي درتها سوديتها. المهم ديباني تطيفوت رمضان ان شاء الله ونعاود ناخد شي واحد لا قلما مشيت ناخذ اخوتي ما نكتبش عليكم لقيتو كيدير 100 لقيتو 62 ولا ما بقاش عقلت. المهم شي حاجه بحال هكا المهم فايت 60 ونفس الحاجه غير هو كنت غناخذ الكريم
هاد المره اللي خديت غناخذ الكري على حقاش عندي لا ماشين في الكري ولا جا في الكري. اللهم نحيد داك المره، داك المره راه قبل من الماكينه والثلاجه. يلا هاك فيديوتي، خليكم مع الفيديو. هانتوما كويدات، شوفوا واش كيبان لكم. غنجيب لكم التليفون حتى لهنا. ناري ما عرفتش نصايبو، ندير خطي غير شوية. شحال قد جي زعما باش نبقى شر فيهم واحد اللعيبة فحال هاكا. إلا بغيتي تخوي العطرية بسميتو عادي دير حلقة، إلا بغيتي تخليها مسدود رقيقة وكاينة هاديك الأغليطة كنهضر عليا ويناتي صافي. هوكا إلا بغيتي تبقى مسدودة هنا كامون. راني الكمون ديجا درت واحد القرعه فراغ ما نبداش، خليت غير هذيك الشويه اللي غندير هنا على حقاش فراسكم الكمون الا بقى في البلاستيك كيحسن. الصراحه واقيلا خصني نحبس الفيديو كنعمرو، بغيت نجي الفيديو وانا كنعمرها في هادو باركا. هادو باش عجبوني عمليين، يعني فحال هكا في مناسبة العيد تقدر تبغي غير شي حاجة تهز بلا ما تقلب فاش دير العطرية، كتهزهم يا ما تهزهم بحال هكايا غادي كيبقى فيهم، يا ما تهزهم بحال هكا يا ما دير سميتو تهز غا شي جوجة اللي محتاجين راهي تحتاج. كل هذه الطريقه الكمون اللي مزيان على هذه الطريقه، اما الزنجبيل صعيب باش يدخل حلو. انا قلت لكم انا ما نصلحش لهذا الشر، ما عنديش الخاطر. بديتي نحبس الفيديو بما عمرته. أغيسي سنة هلا 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 هل
أريقت في الليالي يا